فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل وغيره كثير، يقول هل التوسل بدون صرف شيء من العبادة يعد شركا أصغر أم هو بدعة فقط؟ ذكرنا لكم هذا، قلنا التوسل على نوعين، التوسل الممنوع على نوعين. النوع الأول أن يصرف شيء من العبادة للمتوسل به، وهذا شرك أكبر، وهذا فعل أهل الجاهلية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. النوع الثاني أن تجعل المتوسل به مجرد واسطة، مجرد واسطة بينك وبين الله، تزعم أنه يقربك إلى الله فقط، وأن الله يستجيب لك بواسطته، فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك إذا لم تصرف له شيئا من العبادة. نعم.